لم يصل ايضا النادي الاهلي الى مرمى سموحه باي كره. بدايه للشوط الثاني هيبقى نادي سموحه على ايدنا اليمين بالفانيلا الزرقاء والشوط الازرق، وتغيير وحيد بنزول بانو ديوارا مكان بخروج بانو ديوارا ونزول اسلام محارب ليبقى تحت راس الحربه بجوار محمود سيد واحمد تمساح. ده التغيير الوحيد في الفريقين بين الشوطين. النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى 4-2-3-1، احمد عادل عبد المنعم وقدامه احمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعه وصبر الرحيل، 2 ارتكاس حسام غالي وعصام عاشور، قدامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، ثم راس حربه متقدم امامي هو عمرو جمال. اما فريق سموحه فهيلعب برضه 4-2-3-1، مهدي سليمان في حراسه المرمى وكومانسو ومحمود عزت والسيد فريد وايمن اشرف في خط الظهر، احمد نبيل مانجا واحمد حمص 2 ارتكاز في نص الملعب.